أصول الفقه إلى المنهاج، والمنهاج كما قلنا نحن على مشارف الإنهاء الكتاب كليتا والله الحمد لله. أحكام الحكم الفصل الثالث، أحكام الحكم وفي مسائل. الأول الوجوب، قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة أو المستعدين للإمامة. وقالت المعتزلة الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به، فلا خلاف في المعنى. قيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد والتخيير يجوزه، فثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى المعنى. وقالت المعتزلة الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به، فلا خلاف في المعنى. قيل الواجب معين عند الله دون الناس، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد والتخيير يجوزه، وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى الأول. نعم، والآن يفند لنا أقسام الوجوب والكتاب على التشابه في هذا. الإخلال بالوجوب أو الوجوب، أنواع الوجوب، والكلام على تقسيم الوجوب والرد على المعتزلة. وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه، وهو خلاف النص والإجماع. وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره. وعن الثالث بأن الآتي بأيها آت فالواجب إجماعا. قيل أن أتى بالكل بعد فالامتثال بالكل، إما بالكل فالكل واجب، أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر على أثر واحد، أو بواحد غير معين ولم يوجد، أو بواحد معين هو المطلوب. وأيضا وجوب معين فيستدعي محلا معينا، وليس الكل ولا كل واحد. وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فإذا الواجب واحد معين. وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات. وعن الثاني بأن يستدعي أحدها لا بعينه كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين. وعن الآخرين بأنه يستحق الثواب وعقاب أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. هنا المصنف ذكر مسائل سبعة، سبع مسائل، والإمام ذكرها بعينها في باب الأوامر في القسم الثاني منه في المسائل المعنوية. وجعل المسائل، طبعا الإمام الرازي هنا في كتاب المحصول، وجعل المسائل الثلاث الأولى في أقسام الوجوب، لأنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير. احنا طبعا هذا أقسام الوجوب على التعيين وعلى التخيير والمضيق والموسع في الوقت الزماني المكان على الزمان، ينقسم إلى معين ومخير، وبحسب وقته المأمور ينقسم إلى مضيق وموسع، وبحسب المأمور ينقسم إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية. وجعل المسائل الأربع الأخيرة في أحكام الوجوب، لو فعل المصنف كذلك كان أحسن. قوله بمعين يعني معين النوع، وإلا فالتعيين شخصي لا يتعلق بالوجوب الوجوب به، لأن الشخص دخل في الوجود، وما دخل في الوجود لا يصح التكليف به، فكون المراد بالمعين هو الذي له التمييز. طبعا هذه المسألة يتكلم فيها المصنف، لكنه أتى بطريقة جدلية أيضا، وكما قلنا التأثر بالرد على المعتزلة. الأشاعرة كانوا يهتمون جدا بمسألة الرد على المعتزلة. طيب، هو إذا الكلام على الواجب، هنا سنترك الكلام الجادل الذي أتى به المصنف، ونأتي بالمسائل الثلاثة أو الأربعة الأوائل للإجابة عنها. نقول هنا ذكر الواجب، وقد مر علينا في الكلام على الواجب، الواجب لغة والواجب اصطلاحا، نذكر به نعم بأن الواجب، السلام عليكم، الواجب
بمعنى الساقط. فالواجب هنا لغة كما قلنا يأتي بمعنى الساقط، قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها، ويأتي أيضا بمعنى الساقط فإذا وجبت جنوبها. والواجب أيضا يأتي بمعنى اللازم والثابت. قلنا بأن الواجب اصطلاحا هو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، أو قل طلب الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه. والواجب له أقسام كما قال المصنف هنا، أن الواجب له أقسام، واجب موسع ومضيق هذا بالنظر إلى الزمان، وواجب معين ومخير، وواجب عيني وكفائي. هذه أقسام الواجب وما ذكره المصنف. فالواجب باعتبار ذاته واجب معين، وهو ما أمر به المكلف من غير تخيير فيه بينه وبين غيره، كالصلاة مثلا، فإن الصلاة تجب بعينها ولا يخير فيها المرء، وجب عليه الصلاة، الصلاة الخمس التي افترضها الله جل في علاه، قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والواجب المعين يجب على كل مكلف أن يأتي به. ومقابل الواجب المخير هو مبهم، هو يعني في عدد محصور لكنه مبهم، بأن الله جل في علاه أمر المكلف أن يفعل أمرا مخيرا فيه بين ثلاث أمور، أربعة أمور. نعم، وهذا أجلى مثل لذلك، كفارة اليمين كقوله جل في علاه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا هو مخير بين الثلاث، إذا أدى واحدة أجزأته، وهذا النافع في الأصول لا الطريقة الجدلية. قال أيضا الله جل في علاه ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا أيضا فيها التخيير. نعم، وأما الواجب بالنسبة لوقته فإما واجب مضيق وإما واجب موسع. الواجب الموسع هو الواجب الذي يسع مثله من جنسه في وقته، الذي يسع مثله من جنسه في وقته. أما الواجب المضيق هو ما طلب الشارع فعله مقيدا بزمن معين، كالصوم، صوم رمضان. أما الصلاة، صلاة الظهر بين الوقتين، فهذا واجب موسع أو لا، قضاء رمضان واجب موسع. نعم، وينقسم الواجب أيضا باعتبار الفعل بواجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني نظر الشارع ينصب إلى الفعل، وجب كل ينصب إلى المكلف، وجب كل مكلف أن يأتي به، هذا واجب عيني. أما الواجب الكفائي هو نظر الشرع ينصب إلى الفعل، كصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين وغير ذلك. هذا أنواع الواجبات. وأبقى نوع آخر وهو تقسيم الواجب باعتبار التقدير، بأنه واجب محدد مقدر، وما قدره الشرع قدر له حدا محدودا كعدد ركعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكنصاب الزكاة وما يخرج من الزكاة، فهذا يجب عليه أن يأتي به على التحديد الذي حدده الشرع. وواجب غير محدد لم يأتي الشرع بتحديده، وهو الذي لم يقدر له الشرع حدا معينا،
فهذا أقل ما يأتي به يجزئه، أقل ما يأتي به يجزئه، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقل شيء يأتي به الصلاة، أن يصلي صلاة واحدة. هذا بالنسبة للكلام على أقسام الواجبات التي أتى بها المصنف. أما ما جاء من الأخذ والرد في نقاش المسائل يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لكن هذا استيعاب لكلية ما جاء به الشرع في الكلام على مسائل الواجب وأقسام الواجب الوجوب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.